السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. إذا ما شتوا على أننا كنقوموا بمجهود كبير باش أننا نوصلوا إليكم المعلومة، وكنقوموا بمجهود كبير باش أننا نقدموا لكم محتوى جيد، فما تنسوش دعمنا بالاشتراك، لأن الاشتراك هو اللي كيسمح لنا على أننا نطوروا هذه القناة. ثانيا كنشكر اخوان بزاف داخل القناه على التفاعل ديالهم الرهيب، شكرا من اعماق اعماق القلب. بشعار عاش المغرب لا عاش من خنه، ولا غالب الا الله، والصحراء مغربيه رغم كيد الحاقدين، نمر الى ابرز العناوين. قضية الدكتورة تازي، مفاجاه جديده وغير متوقعه تكشفها التحريات. مخيمات تندوف، غليان كبير داخل المخيمات، وراغبون في العودة إلى أرض الوطن. البوليزاريو تنهار، نفي الجزائر لمسؤول كبير داخل صندلستان بعد اعترافه بمغربية الصحراء. صورة مسربة من قلب مكسيكو سيتي المكسيكية تسكت قلب شنقريحة وتبون وتفضح صندلستان بالصور. جنرال أمريكي كبير يصفع الجزائر وجبهات صندلستان واللوبي الجزائري بأمريكا، والتفاصيل جد رائعة بخصوص الصحراء. من قلب أديس أبابا إثيوبيا، المغرب يثور في وجه صندلستان والجزائر. إصابة وزير الخارجية الأمريكي بفيروس كورونا أيام فقط عن رحلته الثانية التاريخية إلى المملكة المغربية. لقاء بين الملك محمد السادس وتبون بالقمة العربية في الجزائر، وهذه هي التفاصيل. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد في مفاجأة جديدة كشفت الأبحاث في ملف الاتجار بالبشر الذي يواجه به المتهمون في مبات يسمى شبكة مصحة التزي، عن حيل ماكرة للإيقاع بالأغنياء والميسورين في حبال الابتزاز لاستدراج عطفهم والوصول إلى تبرعاتهم المالية. كما أكدت وفق ما كتبته الصباح التحريات أن الوسيطة المكلفة باقتفاء أثر المحسنين لم تكن تربط أي علاقة نظامية بالمصحة، وكانت تتجول بحرية رفقة المستدرجين من الضحايا في مرافق المستشفى لإطلاعهم على المرضى. كما كانت تقبل نسبة 20% عن كل تبرع إحسانية تتوصل به مالية المصحة بمباركة من زوجة مالك المصحة وشقيقه والمكلفين بالمداخل. واتضح أن الوسيطة كانت تستغل تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية لاستدراج أرقام الميسورين والأثرياء وتتواصل بهم على أساس أنها مساعدة اجتماعية تابعة لجمعية خيرية، قبل أن تعرض عليهم سبب الاتصال وتردف ذلك ببعض صور للمرضى لتأكيد الحالة المحتاجة والمبلغ المالي الذي ستكلفه العملية. وضمن المستغلين، تقول الصباح دائما في قضية شبكة مصحة التزي، لاستدرار عطف المحسنين من ذوي الأريحية الرضع حديث والولادة، إذ كانت تكلف إحدى الممرضات بتصويرهن وإرسال الصور لها حتى تعيد إرسالها إلى المستفيدين. وتوصلت الأبحاث إلى 7 رضع استغلت صورهم للحصول على تبرعات بعد تدخلات طبية مختلفة لعلاجهم من أمراض يعانونها. وفي إحدى الحالات وجدت الوسيطة متبرعا، إلا أن الرضيع غادر المصحة لتجبر الممرضة المكلفة عن التصوير بتصوير رضيع آخر لا يعاني من أي شيء وإرسالها إلى المحسن للاحتيال عليه ودفعه إلى أداء مبلغ الفاتورة. وضمن ضحايا الاستغلال المالية، مدير وشركات وفنانون دفع أموالا طائلة بحسن نية لإسهام في علاج المرضى، وكان بعض المحسنين يدفعون الأموال نقدا إلى الوسيطة أو يرسلونها إلى حسابها البنكية، بينما آخرون فضلوا تحرير شيكات باسم المصحة.
وعملت الوسيطة على استدراج الحساب البنكي لابنتها، إذ حولت إليه أموالا عبارة عن شيكات أو نقدا، وبلغ مجموع التحويلات أزيد من 80 مليونا. إذ تم الاستماع إلى بعض من دخلت مبالغ بأسمائهم في الحساب نفسه، فأكدوا أنهم ساهموا في علاج مريض بناء على طلب الوسيطة التي تبين أنها والدة صاحبة الحساب البنكي. أفادت جريدة الأسبوع الصحفية عن مصادر مطلعة بوجود غليان كبير داخل مخيمات الدل والغبرة والعجاج بسبب تحرك عدد كبير من المحتجزين للمغادرة نحو المغرب تلبية لنداء الوطن. وأضافت ذات الجريدة نقلا عن نفس المصادر أن جائحة الفيروس التاجية والإجراءات القمعية هي التي ساهمت في الحد من ظاهرة الفرار من مخيمات الدل والغبرة والعجاج، غير أن تخفيف القيود ساهم في عودة الأمل بالالتحاق بالوطن الأم. نقلت مصادر سياسية من داخل مخيمات الدل والغبرة والعجاج أن القيادي داخل تنظيم جبهة صندلستان المثير للجدل مصطفى ولد البشير الذي يشغل منصب ما يسمى وزير المناطق المحتلة والجاليات والريف الوطني بين قوسين عضو مكتب السياسي يواصل الاختفاء عن المشهد السياسي. وأضاف نفس المصدر أن الرجل يقضي إجازة غير محددة بإحدى البوادي القريبة من المنطقة العازلة حيث حل بها مباشرة بعد وصوله إلى مخيمات الدل والغبرة والعجاج قادما من مطار العاصمة الجزائرية بعد أن تم سحب جواز سفره الدبلوماسي على خلفية تصريحات كان قد أدلى بها في لقاء مع صحراويين ضواحي باريس. أكد من خلالها بأنه لا وجود لدولة صحراوية وأن الكل هناك لاجئ وتحت رحمة الجزائر وفق تعبير نفس المصدر. وقد تكون خلوة مصطفى ولد البشير فرصة لعودته إلى المشهد السياسي من باب المعارضة خصوصا بعد تزايد الأصوات المنادية بالتغيير داخل صفوف الجبهة في ذيل تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي حول حل النزاع في الصحراء وعجز القيادة والجزائر عن التعاطي مع هذا المعطى الجديد والوضع الواضح. فشلت جبهة صندلستان في الحصول على تعاطف أو دعم من جميع الهيئات الحقوقية والسياسية العالمية الحاضرة بالمنتدى الاجتماعي العالمي الذي انعقد في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك، وذلك رغم تجيش الذي استمر لشهور بدعم مالي وسياسي ودبلوماسي من نظام الكابرانات الجزائرية. المنتدى العالمي سجل حضور هيئات عالمية من مختلف الأيديولوجيات والمشارب السياسية والحقوقية بحضور بعض الجمعيات الحقوقية والجمعوية والسياسية المغربية من بينها جمعيات من المجتمع المدني بالصحراء المغربية حيث حظى المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم المغربية الصحراوية بإشادة كبيرة من مختلف الهيئات السياسية حتى المحسوبة على دول بأمريكا اللاتينية. ووفق أحد النشطاء الحقوقيين بالصحراء المغربية الحاضر بالمنتدى والمقيم بمدينة العيون، فقد أشاد الحاضرون بالمنتدى العالمي بمقترح المغربية لإنهاء النزاع المفتعل من طرف الجزائر، بل حظي الموقف المغربي بالإشادة لكونها حلا سياسيا سلميا قابلا لتطبيق. المنتدى فضح أسطوانة أطروحة الانفصال التي يروج لها ممثلو جبهة صندلستان بالمنتدى العالمي حيث لم تستطع الندوة المنظمة من قبل جبهة صندلستان والتي دخلت في حساباتهم الجزائر مبالغ طائلة بالمنتدى ضمان حضور 10 أشخاص فقط للاستماع إلى الانفصاليين، وهو ما تؤكده الصورة المسربة عن لقاء جبهة صندلستان بمكسيكو سيتي العاصمة المكسيكية. ويشارك في هذه التظاهرة العالمية وفد كبير من مغاربة الأقاليم الصحراوية المغربية من مختلف الاهتمامات المدنية والسياسية والأكاديمية فضلا عن فعاليات مغربية أخرى من تنظيمات سياسية واجتماعية متنوعة
حيث رفع المشاركون خلال مسيرة فاتح ماي بمكسيكو سيتي لافتات بلغات متعددة تحمل شعارات تدعم الوحدة الترابية للمغرب من المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية. في سياق متابعة التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية والتعاون العسكري بين الرباط وواشنطن والذي يشمل تنظيم مناورات الأسد الإفريقية، حرص قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند على الرد بهدوء على أسئلة أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن بلاده تتابع عن كتب الوضع في الصحراء المغربية. وطمأن المسؤول الأمريكي في جلسة أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ خصصت لتقييم عمل أفريكوم بشأن الوضع في الصحراء المغربية وكذا مناورات الأسد الإفريقية التي تنظم سنويا بين الرباط وواشنطن بمناطق الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. بعض لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي تضم في صفوفها داعمين لأطروحة جبهة صندلستان من بينهم جيمس إينهوف ومايك راوندرز، حذروا مما وصفه بمحاولة تضريط الجيش الأمريكي في مناورات عسكرية بالصحراء، كما حدث مؤخرا عندما حاول المغرب أن تشمل مناورات الأسد الإفريقي كافة المناطق الصحراوية حسب زعمهم. ورحب أعضاء لجنة الدفاع بعزم الإدارة الأمريكية تنويع المناطق التي تشهد تنظيم مناورات الأسد الإفريقية. جيمس إينهوف والذي سبق وتكلف شخصيا بقيادة جولة إفريقية للترويج لأطروحة انفصال الصحراء المغربية، يتزعم اللوبي الذي يتكلف بعملية التأثير في الإدارة الأمريكية لصالح الجزائر وضعف من وتيرة أنشطته منذ عملية فرض الطوق الأمني في القرقرات وإعلان دونالد ترامب اعتراف الولايات الأمريكية بسياسة المملكة المغربية على كامل تراب صحرائها. وتمرين الأسد الإفريقي 2022 المتوقع تنظيمه في الفترة ما بين 20 يونيو والفاتح يونيوز 2022 بمنطقة أكادير طنطان والمحبس وتارودانت والقنيطرة ومنقرير يرم تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية المغربية الباسلة وقوات البلدان المشاركة بما فيها الأمريكية، وكذا التدريب على تخطيط وقيادة عمليات مشتركة في إطار متعدد الجنسية. أثار الوفد المغربي المشارك في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أمس الأربعاء مسألة تحويل المساعدات الإنسانية، داعيا إلى استكشاف السبل والوسائل التي من شأنها تفادي هذه الاختلاسات. ونبه الوفد المغربي إلى أهمية مكافحة تقويض سلطات الدولة المضيفة ولا سيما القضائية إلى كيانات لا تتمتع بصفة الدولة. وذكر المغرب في هذا الاجتماع بالمسؤولية الأساسية للدولة المضيفة في عملية تسجيل هذه، والتي تعتبر ضرورية لتجنيب أي استغلال للاجئين الضعفاء ولا سيما تجنيد الأطفال في ميليشيات مسلحة، في إشارة واضحة إلى ميليشيات جبهة صندلستان بمخيمات الدل والغبرة والعجاجة. وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة محمد العروشي الذي يقود الوفد المغربي في هذا الاجتماع لمجلس الأمن والسلم أن العمل الإنساني للمملكة المغربية الشريفة في إفريقيا يمثل ركيزة أساسية لسياسة إفريقيا. وأوضح الدبلوماسية المغربية أن التضامن الفاعل الذي يوجه العمل الإنساني للمملكة منذ استقلالها تمت ترجمته عند تفشي جائحة الفيروس التاجية من خلال تقديم المساعدات الطبية في إطار التعاون بين بلدان الجنوب. وأضاف العروشي الذي يترأس الوفد المغربي في هذا الاجتماع الهام والذي ينعقد في أفق القمة الإنسانية الاستثنائية في مالاب
والمقرر في نهاية مايو 2022 أن المملكة المغربية الشريفة قامت بتعبئة 12 مستشفى ميدانية في إطار عملية حفظ السلامة التابعة للأمم المتحدة إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق. وذكر الوفد المغربي بانخراط المملكة المغربية الشريفة في إطار الحوار الإنساني بين المغرب ومنطقة الساحل بهدف تقييم المساعدات لبلدان الساحل في سياق التنمية المستدامة، وكذا تأمين التتبع مع تجميع دول الساحل والصحراء سيديوا اتحاد المغرب العربية من أجل النظر بعمق في إمكانية التمويل والدعم للهيئات الإفريقية وكذا الإقليمية. وأمام التحديات الحالية المتقاربة لا سيما ذلك المتعلقة بالأمن الغذائي والتفاعل بين التغيرات المناخية والتنمية وكذلك وصول المساعدات الإنسانية في سياق التهديد الإرهابي، شدد الوفد المغربي على ضرورة العمل في إطار التعاون الإفريقي واعتماد مقاربة عملية موجهة نحو تعزيز قدرة اللاجئين على الصمود. وفيما يتعلق بحماية اللاجئين، شدد الوفد المغربي على الأهمية الحيوية لدعم عملية التسجيل والتوثيق كأدوات رئيسية لحماية اللاجئين وسلامة أنظمة حمايتهم وكمؤشر رئيسي في تقييم المساعدة الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء مساء ثبوت إصابة الوزير أنتوني بلينكن بكوفيد، مؤكدة أنه لم تظهر عليه سوى أعراض خفيفة. وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان أنه سيعزل نفسه في منزله ويعمل عن بعد، ولفت إلى أنه لم يقابل الرئيس جو بايدن منذ عدة أيام، وتابع أن بلينكن مطعم بالكامل وحصل على جرعة معززة ضد الفيروس ولا يعاني سوى أعراض خفيفة جدا. وأوضح برايس أن وزير الخارجية الأمريكي لن يلقي الخميس خطابا منتظرا منذ مدة حول سياسة واشنطن إزاء الصين، وأردف البيان إنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهامه كاملة وأسفارها في أسرع وقت. وكان أنتوني بلينكن من بين الضيوف الذين شاركوا في فندق بواشنطن مساء السبت الماضي في العشاء السنوي لجمعية مراسلية البيت الأبيض. يذكر أن أنتوني بلينكن من المفترض أن يشارك الأسبوع المقبل في مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش المزعم عقده بمراكش بحضور 92 دولة. عقب 3 سنوات من التوقف بسبب وباء كورونا، تقرر عقد القمة العربية على مستوى الرؤساء في مطلع نوفمبر من العام الجاري بالجزائر. فقد أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد أمس مساء عقب القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية الموافقة على الموعد الجديد لعقد قمة الرؤساء. وكانت آخر قمة من نوعها عقدت سنة 2019، أي أن القمة المزمع عقدها هي الأولى من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائرية. فهل سيحل الملك محمد السادس ضيفا على القمة متجاهلا الاستفزازات الجزائرية؟ وهل ستلقي الأزمة الحالية بدلالها على حضورها وعلى مداولات اجتماع القمة؟ شاركنا برأيك في التعليقات فهو مهم. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء أو غد إن شاء الله.